هاد الندوه اللي كتجي في اطار البرنامج ديال المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه في المعرض الدولي للكتاب اللي كيتقام هذا العام في الرباط، الهدف منها هو تعريف بالاشكاليات الجديده ديال تفعيل الطبعه الرسميه الامازيغيه في مختلف القطاعات ديال الدوله. كيف كتعرفوا الامازيغيه لغه رسميه من 2011، عندها قانون تنظيمي من 2019، وعندها الان تعهدات من الحكومة الحالية مع وجود ميزانية ديال التفعيل، الشيء اللي جعلنا كنقدموا هاد الندوة للحديث ومناقشة قضايا إدراج الأمازيغية سواء في التعليم أو في الإعلام أو في مختلف قطاعات الحياة العامة، وخاصة في مجال الإدارة العمومية وكذلك مجال المحاكم وكل يعني الصحة، كل القطاعات وكل قطاع إلا وفيه نوع من الإشكاليات اللي كتثار. وبان من خلال المناقشة بأن هذا الورش الكبير ديال تفعيل الطبع الرسمي هو ورش اللي محتاج إلى نوع من التعبئة الوطنية، ومحتاج كذلك إلى جهود جميع الأطراف، لأنه ما يمكنش طرف واحد أنه ينهض بهذه المسؤولية، وهذا بحاجة كذلك إلى مراسيم قانونية ديال التفعيل ومراسم قوانين اللي غتخص جميع الادارات ديال الدوله، واللي غادي تجعل الامازيغيه لغه مؤسسات، وغادي تخلق على مستوى الوعي المواطن واحد الشعور عند المغاربه بالانتماء للمغرب بكل مكوناته بشكل متوازي. إدراج الأمازيغية في المؤسسات ديال الدولة وتدريسها وإدراجها في الإعلام غادي يجيب كثير من المكتسبات للمغاربة. أول شيء هو غادي يخلق ثورة معرفية، جميع المعلومات اللي كانت مجهولة عند المغاربة في التاريخ، في الأنثروبولوجيا، في اللغة، في الجغرافيا، في التوبونيميا، في كل المجالات غتولي معروفة عندهم. والرهان الثاني هو رهان تنموي، ما يمكنش أبدا ننميو المغرب بدون ثقافته وبدون لغته. الأمازيغية عندها الدور في التنمية، لازم يصبح متاح الآن وهي لغة مؤسسات. ثم هناك أيضا الربح الثالث اللي هو الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي، لما كتدرج واحد اللغة اللي كانت مهمشة كتضمن تقوية اللحام الوطني بين المغاربة. فهاد الأمور الثلاثة نقدر نقولوا هي مكتسبات اللي غيربحوها المغاربة مع الأمازيغية. خرج بها اللقاء هو انه يجب الدفع اولا بمؤسسه اللغه الامازيغيه في جميع القطاعات دون استثناء، لان مساله اللغه والثقافه الامازيغيه مساله يعني جوهريه ويعني عرضانيه على جميع القطاعات. بالتالي ادماج الامازيغيه في الادارات العموميه يجب ان ياخذ بعين الاعتبار مبدا المساواه بين المرتفقين، وان يكون هنالك تمييز على اساس اللغه. بالتالي جميع المغاربه يمكن لهم ان يستفيدوا من الخدمات التي تقدمها الادارات باللغه العربيه واللغه الامازيغيه. كان هذا هو الرهان الذي تطمح اليه هذه الندوه، واعطى توصيات وخلاصات من شانها الدفع بادماج الامازيغيه في الادارات العموميه على نحو حقيقي، وان ياخذ بعين الاعتبار التراكم الحاصل في هذا المجال، خصوصا التراكم الذي انتجه ولا الانتاجات تراكم المعهد الملكي والثقافه الامازيغيه في هذا المجال، اللي يعني اعطى الكثير في هذا المجال.